اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، وانتم تتفرجوا فيا اليوم شنو عاملين اليوم. هاوك جيتكم في العشية، ضي الكميلة متاع الفيديو متاع الصباح، عملنا فيه ملاوي، ضي فيديو متاع روتين نهار الأحد. حصيلو باش نكمل معاكم الفيديو متاع اليوم. قلت لكم باش نعملوا حملة نظافة لك التراس، قلنا هكا مدام الصغار قاعدين وراجلي قاعد وكل، خلي يعاونونا هكا في التراس ويزرعوا معانا ويسقيوا معانا وكل شيء. حاسين وعلمناهم اليوم كيفاش نسقيه وكيفاش هكا نعمله. قلت هاوكا نولي معامله عليهم في السقيان، والله يعجبونا يعرفوا يسقيه عجبونا. المهم قلنا خاطر كيما تعرفوا الواحد ساعات هكا ينسى ويبخل وكل شيء، قلت نولي نعمل على سالم وناس باش يسقي. كاو لاني مش نلم الطاولة، اني عندي شوية باش مش نحيه، خاطرني مش نحيك القربج هاك الكل اللي في التراس الكل باش نحيوه، وباش نهز نطيش وزايد اني خليته هكاك قلت نستحقوه ولا حاجة، فهم برشا حاجات الحق باش نطيشها. مجرد حتى اللي حبينا نوفا ايه هاك مش تعملوا معاها يا احنا نغسل، هاب تغسل انت يا نو الدنيا ماشي وين وين تغسل احنا الكل نغسل مام ونهز المغسل حط الميكا ودي عاون فيها. قولهم صغار عاونوا امهاتكم عسلمة هيجي اقرب مني عسلمة عسلمة كنعاون ماما ما سالم ليه ولي ما تعبتش عشان تلعب القطط يلعب القطط ما باش يلقط معايا مشي هو بسم الله عليك مشي بعد بيهم بعضهم عملوا نحاو كشبربو. نحبوا نطفوا الجردة باش نزرعوا فيه هذا خاطر فما برشا الحشيش الزايد وكل شيء لازم نطفوه ونسقيوه. وكقولنا نعملوا حملة للتراس خاطر يستحق الحقيقة. سيلو خلينا نمشي اولا هني دخلت على الكوجينه، قلت خلي ننظمها ونرتاح عليها باش نتلهي معاهم المحله، مش اني باش نعمل معاهم التراس، هما يحبوا يعملوه وحدهم ويعملوا جو. اني راجلي من انواع اللي يحب ياسر الزرعان يحب ياسر المهم الزريعه والتراب وكل حاجات هكوما وكل. مانيش باش نعمل معاهم حاجه كبيره الحقيقه، يعني هوكا دوري اليوم الكوجينه. عملت لهم في الصباح كعبه ملاوي وحضرت لهم الفطور وكل، وقاعدة نخمم بطبيعة شنية الدبارة الفطور أكيد كيبداو كي نبداو ملمومين. الفطور يحضر العصر مش فطور، منه فطور منه عشي خاطر ما كملنا فطرنا وكل تقريبا نصف نهار لهني. نصف نهار كيك الحداش ونص حصيل، واحنا نعمل في التراس والظهر أذن، يعني ما زلت ما عملت حتى شي في الفطور. تعرفوا الملاوي يشبع الحقيقة، يتحسوا هيك يقنع سبحان الله. كهو اما اليوم ان شاء الله باش نعمل كسكسي بالحوت، وفي الليل عملت لهم للسهرية عملت لهم زرير وعملت لهم بوزة متاع بفريوة. حسيلو فرحت بيهم ودللتهم اليوم كما هما يحبوا ويشتهوا. الحق مش نهار راحة مش نهار راحة بالنسبة لي. لا لا اما الحمد لله، والله الحمد لله، يعني الكرفي الكل الصباح مش حاجة كبيرة، يعني كي تبدا هكا دار منظمه وكل، يعني عندي كل الكوجينه نبدا عادي، خاصه كي يبداو هما عندهم حاجه يعملوها ويبداو هكا. مش هكا عرفتوا البنات اللي بداو يتعاركوا ولا حاجه هكا لاهين في التراس وكل، نبدا اني عامله جو. بكري اني حكيتك الرخايم اللي عملت عليهم الملاوي كما تعرفوا زيت وكل، لازم هكا الواحد باش يعمل تنظيفه لك الزيوت، ما نحبش الحاجه هكا تقعد
تتلبط وكل. رشيت شوية همك البرودوي لمحل نظيف، الغاز نضيف على الاخر وكل. اما هكاك قلت ميسيرش باش ما نخليش معناها يكثر عليا الزيوت ولي الطش نتاع زيت ولا حاجة. هكا بخيت على الرخامة، بخيت على الفايونس اللي فوق الغاز. كيف كيف الغاز ده باش نمسح هو الغاز مش حكاين، خاطر ما يستحقش. اما هنا البنات كيف مش حاجة مريتهاش وكل. المداوي خاطر كله زيت، يعني كله زيت. مسحتك الطاولة وكهو. كمل نعمل مسح الكوجينة، عندي شوية معون نغسله ونخرج بحذاهم للتيراس. والله صدقوني الدار لا دخلت لها جملة جملة جملة، الدار دخلت لها يمكن حسيلو بعد كيك، بعد ما فطرنا قاعدين في التيراس. كملنا كل شيء، قعدنا شوية في التيراس، دخلت تاني طيبت لهم الفطور، فطرنا كيف كيف. دار ما لا شفتها لا جيت على ساحتها. مسحتك الغاز وكهو، رجعت نضيف. هكا باش نرجع للمعون لبلاصتو ونغسل المعون. والله العظيم تعرفوا البنات كي تبدا هكا، يعني الواحد يبدا متعاون وكل شيء، ما يحسش بالحاجه كي هكا يكملها. نشوف فيهم شباك قاعدين هاو مشاو وخرجوا، بهم بعث سالم وانس ينحيوا في الشربابو، بعثهم نحاو الشربابو من دار صاحبه باش يجيو يغرسوا، حاسين باش ينظفوا التيراس وكل. نبدا متشجع بيهم كي يبداو هما يعملوا في حاجه وكل، نبدا متشجع بيهم على الاخر اني هيك نقوم ونقضي وكل. مش كيما نبدا هيك عرفتوا هما تلقاهم قاعدين يتفرجوا وكل، مستحيل مستحيل نقوم نعمل حاجه. ساعات حتى الفطور ما نطيبوش كي يبداو هما هكا قاعدين وكل، نبدا بيه نقعد معاهم. يعني نحيت هيك الخبز، عندي خبز في البلاصه هذيك نحط فيها نحيته. نمشي بعد البنات نعملوا البنات هكا شابلور للمقلي، ولا نحط ساعات في بطاطا ولا في سكالوب وكل، ناخو منه والاخر هكا معناه نعطيه للي هكا يحبوا النعمه وكل شيء. واحد بلي باش ينقص شريان الخبز لمحل ما ناخذوش ديما ديما، لازم باش هكا يقعد وكل. كاول واحد ديما يحاول انه يحافظ على نعمه ربي بلي يقدر. ساعات نحط في الكونجيلاتور وساعات كي معناها تغفل وننساه البر، يبدا شويه يعني مش برشا بطبيعه. اصلا احنا ما ناخذوش منش ماكل العيله اللي ديما لازمتنا ناخذ خبز، كان في وقت اللي تلقانا طيبين معناها خبز وكل. كاو نحيت هذوكم ماكل الوحيد الاحمر نتاع البلاتو باش نغسلهم هذوكم، خاطر واحده حطيت فيها المحل هذيك الكبيره نظيفه، اما الاخرى الصغيره لازمتها تتغسل. يعني كي نعملها حطيت عليها الملاوي لازمتني نغسلها. هكا باش نغسل توا المعينات، المحله مش برشا هما شويه اللي عجنت فيهم واللي فطرنا فيهم الصباح. من اسهل المعون هو معون فطور الصباح، يعني ما يبداش فيه برشا. والله نعمل عليه جو. قولوا لي البنات هكا عاجبينكم انه نهبط هكا زوز فيديوهات ولا لا؟ لمحالة مش ديما كما ديما نقول لكم مثال غدوة فيديو بركة صورت، اكيد منش باش ندهك على روحي. اما كي بدا هكا نهاير طويل ولا عملت برشا حاجات في نهاري وكنقسمه على اثنين، قولوا لي شنو رايكم؟ اكيد مدلتكم نودا هذه فيديو الصباح فيديو العشية، والله ازيد حتى على راحتي كما قلت لكم في المونتاج. ان شاء الله راني ما نسيتكمش في حكايه التعليقات، قلت لكم غدوه، يعني كي نقول غدوه البنات يعني غدوه باش نصور، غدوه نصوروا الفيديو بقدره ربي، بعد غدوه يهبط لكم، فهمت؟ غدوه يهبط لكم ان شاء الله يا ربي. هكا باش نكمل نغسل معونات ونطلع معاكم.
يا سلام مو بعثكم مسائل ومسائل ما تقواش على روحك صحي تنسى هنا هي هذه مشيت لي هيك استوب نايبر لا مغر انا يحيى ويموت يحيى ويموت فهمتش بيه كان هنا حيت منه اخضر ما عندوش نوارة شنو هو انا لا مش وسخة ضاقة سيا نسة تبي تهبط في تفشلك على هنا قريب يوفى منها هي وكلها صخي لا صخي هذه نظره وبعد لمفرد مره خاطر شفتها ايه ليه تعرفوا الاعشاب الطفيليه سلمى هي بيت ثم هيك ايش هذيك شنو هيوها هي هي بتكفيه انت ابو بيل على حاجه حطها بابا ها يطلع شيء يطلع شيء قد اخذ ايه ماشي ماشي ده نحن الحكومه هي تمام واحد زاد مطر ثم تمطيط صغار تمام ايش ثم تمطيط صغار ما تمام عليك يا عبد الله حكريته شوف ظفر محبس اكون اس انا نسيلم ظفر محبس من الحشيش الاصفر ها لحيو لحيو هو الحشيش هذا الاصفر هذا اصفر وانا لحي من الصخره هو الاصفر جنبها ليه تسيني هذا؟ لا نحي هذا نحي هذا على الأول إيه خطروا فيه على الأول نحي نحي الحشيشة لما يجي الكل هلا هذا يا هلا هي تو وقت يطيقوا يا
فكري فيها باش نشوف هي. تفضلي سلام. نختار في البوبيلة دي. هنسس الحاجة قالك كي مشاوي نحيه في الشرباب و سالم يلعب نس يلعب القطوسة و هذوما مشاو نحاوهم سالم ونس من جد مشاو هزوا الساك ونحاونا الشرباب بعثتهم لدار صاحب دار صاحب شكرا عباهونا بالشرباب حبوا يقصوا مشاو عباهونا كالساك وجاو باش نجيك حتى الجلدة ان شاء الله يخليونا العصافر بركة شو هالمحبس هذاك محلاه خاطر مخبي وين بشتغل ليتا كيف نحا هات البالة خلي البالة استنى الساعي نزرع وقبلي بعد لمي مثل موش بلا وردية شوف الوردة تتنحى هذي جدوش ما راح تطلع هاي اوكي لي وردية نس نس هني لو طبخ باش كرب اورانجي خليهم هكا مثال لك مزينين في القاعة مزينين هم نحلة خاصة نذير كيف عارف شوفوا الصبح يدوبيت متعفص عليها عمر هاكا سنة حتى هيك هي مغلوطة تراب حتى عليها تراب منا مسيش حط حتى كعب بركة شكري دوت حسيلو البنات اني كملت هكا ان شاء الله يا ربي الفيديو متاع اليوم عجبكم فيديو خفيفي حطيناهم الكل من غاديكا محلاها منظر التيراس فرق بين بكري وتو والله كل حطهم هكا لهني خاطر نحسوا البلاصة هذية ديجا كانت فيها هذي ما يجيوش لهني العصافر يجيونا كان البلاصة هكا اللي منا حسيلو هكا هو هاني جيت عطيني باهي حسيلو اني قاعدة نطيف الفطور قضايا رهوة قصت باهي قصت سلاطة وعملت لهني كسكسي قصيت سلاطة قصيت الحوت راسه قصيت الحوت عملت الحوت وحوت قاعد يتشوي في القلية طيبت فلفل هاي لحظة يا نس وكاو البنات حصلوا كنكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم على خير وبسلامة على خير في سلطة حطيت فيها والله يا البنات جات بنينة خلينا نقص شوية والله لا قعدت منها شيء فقوس وبصل وطماطم وفلفل وفرماج وعظم
حطيت توا نعناع شايح باش نحط برشا، حطيت عصير هذه بذور الشيا، حطيت برشا مش نورمالمون مش هكاك. باش نحط فيه البنات هذا قلوب، مكنش تستغرب والله، اما حبيت نشري جوزة نحط فيها الجوزة يا اخي ما لقيتش. البارح شريت البوفريو والجوزة ما عندوش، عنده كان اللي بالقشور هيك نحط فيها جوزة. حصيله البارح يا البنات والله لقعدت منها طرف، ما قعدتش حتى طرف. بطبيعة حطيت زيت زيتونة، حطيت نعم زيت زيتونة، نعناع شايح، ملح، فلفل اكحل، نحلة ما حطيتش فلفل اكحل. حصيله بنينة، تحبوا تزيدوا تنزيدوا.